عليك كانه عيد. صباح الخير يا اهل الزين، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حكاوينا بالمصري مع ندى وهدى. بس قبل ما نتكلم هنقول ايه النهارده، تعالوا نرحب بضيفتي واعداد مشترك وتقديم مشترك هدى. ازيك يا دودو؟ ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. تمام. اخبار البرد ايه؟ اهو شغال. بعتذر طبعا عن صوتي الجميل اللي طالع ده النهارده، بس ما كانش ينفع ان انا ما اجيش. ان شاء الله حلقه حلوه قوي مع الدكتور اللي معانا، ونطلع فاصل ونرجع نشوف. هنرحب بدكتورنا ونقول هو هيقول ايه. ابقوا معانا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حكاوينا بالمصري. النهارده حلقتنا مفيده جدا، اي حد بيتفرج علينا يتواصل معانا، الاتصالات مفتوحه والدكتور هيتكلم ويتناقش في اي سؤال هيتم السؤال ليه عليه. طيب دكتورنا النهارده هو دكتور محمد جوده، اخصائي التغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي. يلا نرحب بيه هدى. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كلكت المره الثانيه. المره الثانيه ومرات كتير يعني، ان شاء الله تبقى حاجه كويسه كده باذن الله. جاهز؟ جاهز. طيب هو موضوع حلقتنا النهارده تاثير السمنه على العمود الفقري. كتير مننا عندهم اوفر ويت، وزن عالي، وكل ده بياثر على العمود الفقري. طب وهل كمان الكرش والناس اللي عندها بطن برضو بياثر على العمود الفقري؟ كل ده يجاوب عليه دكتور محمد جوده. صح؟ اكيد. هو الموضوع شائع جدا. موضوع السمنه، هي السمنه يعني في حد ذاتها بتاثر على كل حاجه في الجسم، على ظهرنا، على رجلينا، على قلبنا. كل حاجة في الجسم بتأثر بالسمنة، وعشان كده هم منظمة الصحة العالمية اعتبرت السمنة مرض، مش مجرد ان انا بشتكي من زيادة في الوزن او مش عارف البس او شكلي مش عاجبني، ولكن السمنة أنا ليها تأثيرات خطيرة طبعا على كل حاجة بقى، ارتفاع مستوى الكوليسترول، القلب، وامراض البطن بصفة عامة، ولكن هي كمان ليها دور مباشر في التأثير على الجهاز الحركي بتاعنا او الحركة بتاعتنا. ومن اهم الحاجات اللي هي بقى بتأثر عليها في موضوع الجهاز الحركي او الميكانيكا الجسم هو العمود الفقري. العمود الفقري بتأثر بشكل مباشر باللود اللي نازل عليه او بالوزن. الحاجتين اللي ممكن يأثروا عليه لو هو في اي مشاكل، ضعف العضلات وزيادة الوزن. بالظبط. الحقيقه ان زياده الوزن بتمثل خطر حقيقي على العمود الفقري، خصوصا الناس اللي عندها كمان مشاكل في العمود الفقري. لان كل كيلو زياده تقريبا بيحمل 2 كيلو على العمود الفقري، وبالتالي ظهرنا بيحصل له مشاكل اكتر او يحس بلود اكتر، وبالتالي المشكله دي تزيد. فدايما الناس اللي عندها انزلاق غضروفي، خشونه في فقرات الظهر او الرقبه، ايا كان، دايما بيبقى رقم واحد ان احنا نقلل لهم المشكله ان احنا ننزل لهم وزنه. طب معانا تليفون يا دكتور. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه ولاء. الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ تمام الحمد لله. اتفضلي سؤالك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام ربنا يخليك. حضرتك انا وزني 94 كيلو و170 وطولي 170، وحضرتك انا يعني شويه بتوع الصبح دول ما نيتي تبقى مسدوده، بس شويه بتوع اخر الليل ما بص اكل طول النهار، اكل كده لحد الساعه 12 بالليل، نيتي ما بتتفتحش الا بالليل. تمام هجاوبك حالا. ماشي. بس انا معدتي في الاساس بتوجعني يا دكتور، عامله عليها منظار وباخد لها علاج التهابات للمعده. ركبتك؟ معدتك؟ معدتي. تمام تمام تمام. عامله فيها منظار. تمام تمام ماشي. شكرا لك. هجاوب حضرتك. اتفضل. طبعا هي يعني الحاجة الشائعة طولها 170 سنتي وزنها 94. طبعا احنا عايزين نقول للناس ان احنا ببساطة جدا ممكن نعرف عندنا زيادة في الوزن او سمنة ازاي، ان احنا بنقسم وزننا بالكيلو جرام يعني 94 على طولنا بالمتر مربع، يعني لو بالنسبة لمدام ولاء هيبقى 71% اللي هو الطول بالمتر تربيع. الناتج هو اللي هيحدد لي انا في انهي درجة من درجات زيادة الوزن. بالتأكيد هو الناتج عندها يطلع اكتر من 30 ودي هتبقى سمنة، وبالتالي هو بيأثر تأثير مباشر على العمود الفقري زي ما احنا قلنا، ولكن هي مشكلتها ان هي عايزة تنزل الوزن. هي قالت حاجة مهمة بقى جدا، لمسة شريحة يعني كبيرة منها. 25 كيلو عايزين؟ يعني احنا طبعا احنا فكره تقريبا كنا بنحسبها برضو بطريقه كده، يعني نقول مثلا 100 حاجه و70 يبقى 70 نطرحها من 100. دي الحاجه البسيطه، ولكن الحاجه الدقيقه، لان مش كل الناس زي بعض. انت ممكن كنت لسه اقول لحضرتك اطار عضلات الجسم، الجسم شكل الجسم، عشان كده احنا بنعمل نسب العضلات، الاطار، العظم،
راجل او ست، بيبقى فيه شويه فروق بسيطه حتى في الشكل، فعشان كده احنا رقم ان انا اثبت عليه او ان انا اوصل له بيبقى متغير، يعني مش حاجه ثابته، مش 70 بالظبط، لا انا ممكن العب في 4 5 كيلو يبقوا حاجه على حسب هدوم انثويه للجسم تدي شكل، على حسب كمان الحاله الصحيه للشخص ده، على حسب هو نزل قد ايه. تمام. هي قالت حاجه بقى بتمس كل الناس تقريبا اللي بتخش في برامج انقاص الوزن، بيبقى المشكله دي عندهم، انا ما باكلش الصبح ولكن انا باجي بالليل ببقى عايز، عندي مشكله جامده. حال الناس كلها شكل الثلاجه بيبقى حلو بالليل. الثلاجه رائعه. ليه بقى؟ ما هو لازم برضو دايما ان احنا نعالج المشكله ان احنا نعالج السبب بتاعها. فالسبب الرئيسي لده ان انا معظم الناس بتاكل بالليل، وبالتالي الصبح هو مبقاش عنده شهيه لان مستوى السكر عنده عالي من بالليل، وبالتالي هو بيسيب نفسه وبيهمل وجبه الفطار اللي هي مهمه جدا في انقاص الوزن، ان هي بيزود معدل التمثيل الغذائي. الناس اللي بتهمل وجبه الفطار بيبقى عندها مشكله فعلا في ان هو وزنه ينزل، وبالتالي هي طول النهار ما بتاكلش، وبالتالي مستويات السكر بتنزل جدا، تيجي بالليل طبعا الشهيه بتبقى مفتوحه جدا، السكر ناقص، خلاص هي عايزه حاجات مسكره وعايزه تاكل. فبالتالي حل المشكله دي يا مدام ولاء ان احنا رقم واحد لازم نهتم جدا بوجبه الفطار، لان وجبه الفطار هتشغل لي معدل التمثيل الغذائي وهتظبط لي مستويات السكر في الدم، وكمان خلال اليوم ابدا اخد وجبات بسيطه، سناكس ما بين الوجبات، ان انا اكل فاكهه سمرتين ما بين الوجبات او حاجات خضراء، ابقى مشغل معدل التمثيل الغذائي. المشكله اللي عندها في المعده كمان مرتبطه بالسمنه وبلخبطه الاكل، لان النظام الغذائي الغير متوازن يعمل لي برضو مشاكل في الجهاز الهضمي والسمنه، فهي لازم تعمل نظام غذائي متوازن بيبقى فيه اكل طول النهار، باجي بالليل الدنيا بتبقى حاجات خفيفه بقى، الفاكهه او الزبادي او حاجات سهله الهضم. حضرتك ذكرت من شويه ان في ناس لما بتاكل بالليل ما بترضاش تاكل الصبح. بالظبط. طب في ناس بتاكل بالليل واول ما الصبح بيجي يعني 7 8 جعانه جدا. انت قصدك ان هو بياكل الصبح وبالليل مش فارق معاه؟ لا ده جميل جدا، ده الشهيه بقى ايه؟ ما هو عشان كده دايما الناس اللي بتعاني من زياده في الوزن او عندها سمنه، انا دايما بنصح الناس لازم يتابع مع دكتور عارف حالته الصحيه والنفسيه. بس احيانا الدكتور ما بيبقاش مثلا مش عايز اكل بالليل وبيقوم الصبح ما بياكلش، بس لو كل بالليل بيقوم الصبح لازم ياكل. هو على حسب حالته احنا. طيب. ما هو عشان الفكره شو حضرتك قلت ايه، حاجه عشوائيه مش حاجه ثابته، انا الفكره ان انا بدخل له نظام مختلف عن نظامه الخاطئ اللي هو عايش لايف ستايل، انا بعوده على اسلوب حياه صحي. طيب. ازاي ان انت وجبه الفطار دي مهمه جدا ان انت تفطر، ازاي ان انت تشرب ميه، ازاي ان انت تمارس رياضه او مجهود بدني في اليوم، تغيير لسلوكياته اليوميه في الغذاء او في المجهود البدني، وبالتالي هو مش بس بيفقد وزنه زياده ولكن هو بيكتسب صحه جيده، وده الاهم، ان هو ازاي يبقى هاو تو بي هيلثي، ازاي ان هو يبقى صحيا احسن. هي مثلا متصله ذكرت ان هي عندها مشاكل في المعده، ممكن المشكله دي اصلا تبقى من ان النظام الغذائي بتاعها غير متوازن، وبالتالي يدخلها في مشكله اكبر، فلو ظبطت لها ده. تليفون يا دكتور. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد. اهلا. شكرا يا فندم. عاوز بس حاجه حضرتك، انا بتعالج من الكبد والمراره. هل في اغذيه معينه تفيد المراره والكبد؟ تمام. دكتور هيجاوب. قلت لي انا 177 ووزني 90. تمام. ماشي يا فندم. دكتور محمد هيجاوب على حضرتك. شكرا. احنا دلوقتي احنا في الشتاء. فموضوع الاكل دوت بيبقى تقريبا عمال على بطال، بيبقى المشروبات السخنه بيبقى فيها سكر، فيعني لو ما كناش بنشرب حاجه جامده شويه، حاجه زي السحلب مثلا هحط فيه سكر. جميل. والسحلب نفسه حاجه تقريبا وجبه لوحدها. تمام. وهنيجي بعد السحلب وهناكل، يعني هو فكره الشتاء كمان ده برضو عشان الحاجات الشائعه، السموم البيضاء عامه دي بتزود الوزن اكتر، دي حاجه، انما هو انا ليه بزيد بقى في الشتاء؟ كل الناس عندها اعتقاد خاطئ خاطئ طبعا، ان الشتاء الحرق فيه مش موجود، وكلمه الحرق دي احنا هنتكلم فيها. الشتاء انا بزيد، لازم ندور على الاسباب، الطقس ملوش علاقه، بالعكس الشتاء من الحاجات الرائعه جدا ان انا امارس فيها مجهود بدني والجسم يرفع درجه حرارته، وبالتالي معدل التمثيل الغذائي بيزيد. معنا تليفوني يا دكتور. معلش. ماشي. اوكي. اتفضل. الو. 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 معاكي فندم. ايوه. تشرف بالاسم. محمد معاكي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. سؤالك ايه؟ لو سمحت يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا يعتبر يعني باكل بالليل والصبح فقط ليل. تمام.
مش عارف اظبط نظام اكلي خالص. طب ممكن توطي التي في من جنبك شويه؟ تمام كده تمام. تمام حضرتك، يعتبر انا باكل بالليل والصبح فقط ليل، نظام اكلي مش عارف اظبطه خالص يعني، بس باكل كويس جدا يعني، انا باكل بالليل كويس جدا وبصحى الصبح باكل كويس جدا، لكن النظام متواصل طول اليوم مش عارف اظبطه يعني. تمام، ده راجع لنظام شغل حضرتك يا استاذ محمد. بالظبط بالظبط. ايوه تمام تمام. دكتور محمد هيجاوب على حضرتك دلوقتي. يا ريت يا فندم. ماشي يا فندم، ميرسيكي. مع السلامه. طب احنا نجاوب على الكيس تو كيس. اوكي مش هنرجع للموضوع الشتا ده لان مهم جدا واحنا عايشين فيه وسقعانين. تمام هو طبعا الفكره، ما عشان كده انا كنت بقول في اول الحلقه من مهم جدا ان انت لو عندك زياده في الوزن او داخل في سمنه تابع مع دكتور. ليه بقى؟ انا عندي امتحان، او قصدي انا عايزك تذاكر كتاب بس مفيش امتحان، وبالتالي الحماس بتاعك بيقل. فكره ان انت يبقى في حد متابعك مش بس غذائيا، هي فكره ان انت ما تروحش للدكتور عشان يديك مجرد ورقه او نظام اكل، لا هو بينظم لك نظام الاكل ده على حسب حالتك الصحيه، المشاكل اللي بتواجهك وقت التجربه دي هو الدكتور وظيفته ان هو يحلها لك. لا انا بجوع، انا زهقت من الرجيم، في مشاكل نفسيه وصحيه الاثنين ممكن تيجي، انا زهقت زي مشكله استاذ محمد دلوقتي. بالظبط، انا باكل بالليل وباكل الصبح ومش عارف انظم. الفكره ان انا هو مش عارف تنظم، هي الفكره بقى في النظام او اللايف ستايل الجديد. وبعدين في حاجه، الشخص اللي بيدخل في التجربه دي وبيحس بالفرق هو بيبقى حابب ان هو يكمل لانه بيحس بالفرق على نفسه. انا كنت بطلع السلم بنهج ما بقتش بنهج، انا كان بيجي لي انتفاخات دايما كل ما باكل حاجه بدا بطني بقت مرتاحه مع النظام ده، فهو بيبقى حابب من الحاجات الايجابيه اللي هو شافها، وبالتالي النظام هنا مهم جدا للنقطه دي. طيب بالنسبه للمستر محمد اللي كان قبل المرض. كيس والكبد طبعا، الناس اللي عندها مشاكل في الكبد بيبقى ليها نظام غذائي طبعا متوازن، ان احنا بنقلل فيه اللحوم الحمراء بشكل يعني، انا مش انا ما بحبش ايه طريقه المنع، ولكن انا ممكن مثلا في اللحوم الحمراء بالنسبه لمرضى الكبد ان انا اخد نص الكميه اللي انا متعود عليها، لو قدرت ان انا ابدل اللحوم الحمراء باللحوم بقى اللي هي الفراخ او السمك بيبقى من الحاجات الممتازه التونه، هيبقى رائع جدا. كمان ان انا لازم اقلل الملح في اكلي او استخدم ملح بديل عشان ما يحصلش تورمات والقصه دي مع ارتفاع مستويات الصوديوم، في ملح بديل بيبقى مش كلورايد صوديوم، يعني الملح بتاعنا الطبيعي بتاع الاكل ده ملح صوديوم اللي هو ليه علاقه بزياده الوزن طبعا، ليه علاقه باحتباس الميه، ليه علاقه بارتفاع الضغط وبيأثر على الكبد في نفس الوقت. تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. اتفضل سؤال. انا محمد نادي من فيوم. اهلا وسهلا يا فندم. انا كان عندي بنت بعد اوران كانت بتاخد كيماوي. وخلصت كيماوي، وفي ناس بيقولوا لي المرض ده ممكن يرد على عليها تاني. طيب هو السؤال بقى خاص بايه للدكتور التغذيه؟ استاذنك استاذ محمد وطي التي في جنبك شويه. ماشي حاضر، وطيت وطيت. طيب سؤالك بقى خاص بالدكتور بايه؟ عايز اعرف هل صحيح المرض ده ممكن يرد عليها تاني؟ عيله عندها 7 سنين كان عندها سرطان في الدم وخد الكيماوي وبطلت تاخد كيماوي، ففي ناس بيخوفوني بيقولوا لي المرض ده بيرد تاني. طب احنا هنرد عليه دكتور. طب تمام دكتور محمد هيرد على سؤالك، ميرسي كتير. هو تقريبا السؤال في حاجه ليها علاقه بالاورام عند طفله، فهو انت مالكش دعوه بالناس يعني، احنا طبعا ده مش تخصصنا ولكن مالكش دعوه بالناس، ولكن تابع مع الدكتور المختص وان شاء الله ما فيش حاجه اسمها اسمع من الناس في اي حاجه يا جماعه، في اي حاجه ما فيش حاجه اسمها اسمع من الناس، حتى في موضوعنا ده ما فيش حاجه اسمها اصلا انا سمعت ان كذا بيقلل الحرق وكذا بيزود الحرق وانا بعد سن 40 مش بخس وانا بعد مش عارف ايه، ما فيش حاجه اسمها سؤال سمعت بعد سن 40 بس معانا تليفون. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه ندى؟ الله يخليكي، ممكن اكلم الدكتور؟ ايوه اتفضلي. ايوه لو سمحتي يا دكتور، انا عندي 22 سنه. تمام، ممكن توطي التلفزيون شويه؟ ماشي حاضر. تمام ايوه اتفضلي. انا عندي 22 سنه. ووزني 70 كيلو. تمام، وطولك قد ايه؟ 22. طولك طولي 156. تمام، بس انا منطقة البطن عندي زايدة شوية فعايزة اخسسها، خايفة اعمل حاجة للتخسيس جسمي كله يخس، انا عايزة اخسس منطقة البطن بس.
هنجاوب. تمام دكتور محمد هيجاوب على سؤالك. ماشي شكرا. خلاص ممكن بس نوقف الاتصالات شويه، ايوه بس نجاوب مع الدكتور ونتكلم معاه شويه، بعد كده نعوض الاتصالات تاني. تمام تمام. طب تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكان حديثنا قبل الفاصل كانت معانا كيس كانت بتتكلم ان هي عايزه تنزل البطن، هنجاوب عليها ونرجع نجاوب على سؤال مس هدى كمان. احنا عايزين ناخد بقى الحاجات كده بالترتيب طبعا. طيب. مس هدى سالتني سؤال مهم للشتاء. تمام. ففكره الشتاء او علاقته بزياده الوزن او الطقس وعلاقته بزياده الوزن احنا عايزين ننهيها خالص عند الناس، ده ملوش اي علاقه بالعكس، ولكن السلوكيات اللي مرتبطه معانا احنا بقى كمجتمع كمصريين بالطقس هي اللي بتعمل زياده في الوزن نتيجه اسباب. اول حاجه في الشتاء احنا بننسى حاجه مهمه جدا وهي شرب الميه. شرب الميه او تناول الميه بشكل منتظم هو من الحاجات الممتازه جدا صحيا والحاجات اللي بتزود لنا معدل التمثيل الغذائي. المفروض بشرب قد ايه في اليوم؟ تقريبا احنا بنقول 2 لتر في اليوم، ازازتين ميه في اليوم. معظم الناس عشان ما بتعطش في الشتاء وده طبيعي، ما بعطش، ما فيش درجه الحراره منخفضه وبالتالي انا بنسى الميه، فدايما احنا بننصح الناس انا احط ازازتين ميه كل ساعه، اخد كوبايه ميه صغيره. الميه هتزود لي معدل التمثيل الغذائي، حلوه لجلدنا والبشره، تخلص من الاملاح والسموم، بتحسن الهضم، ليها فوائد كتير جدا، كمان بتقلل لي الشهيه. لان انا حجم المعده او لو احنا قسمنا المعده 3/3 هي جزء ميه وجزء هواء وجزء اكل، وبالتالي جزء الميه الفاضي ده بيحسسني ان المعده مش ممتلئه وبالتالي انا بعوضه بالاكل. فده اول سبب من الاسباب المهمه جدا اللي بتخلينا نكتسب وزن في الشتاء نتيجه ان انا باخد اكل كتير نتيجه عدم تناول الميه. طيب سؤالنا كان تاثير السمنه على العمود الفقري، بيبتدي يعني العمود الفقري بيتاثر فين الفقرات؟ هل العنقيه بنبدا بيها وبعد كده العجزيه ولا القطنيه كمان بتتاثر معانا؟ بالظبط. طب هل البطن والكرش، احنا عندنا طبعا عضلتين مهمين جدا في البطن، هل دول بيأثروا برضو على العمود الفقري؟ عايز اعرف كل الاسئله. هنقول كل ده طبعا. زياده الوزن بتأثر، الشائع عند الناس ان انا طالما عندي زياده في الوزن فالظهر اسفل الظهر، لان ده الاكثر شيوعا في الالم او الفقرات القطنيه هي اللي بتتاثر، ولكن زياده الوزن ميكانيكيا هي بتاثر على كل فقرات العمود الفقري كلها. بيجي لنا ناس كتير مثلا عندها خشونه في فقرات الرقبه او الفقرات العنقيه او انزلاقات غضروفيه وبتعمل علاج طبيعي والكلام ده، فلما بنيجي نقول له ينزل وزن يقول لك طب انا الوزن نازل تحت، نازل على الفقرات القطنيه، وبالفعل هو نازل على الفقرات القطنيه، ولكن الناس بقى ما تعرفوش ان العضلات اللي ماسكه اصلا في فقرات الرقبه نازله لحد الفقرات القطنيه من تحت، وبالتالي زياده الوزن بتشد كل ده، وبالتالي زياده الوزن بتاثر على كل فقرات العمود الفقري. فبيبقى مهم جدا ان اي حد عنده مشكله في العمود الفقري سواء فقرات العنقيه او الصدريه او القطنيه ان هو لازم يدخل في برنامج غذائي ان هو ينزل وزنه، لان ده بيأثر تاثير مباشر على ده. البطن بقى او تراكم الدهون في منطقه البطن او الكرش مؤثر بشكل مباشر على الظهر والام الظهر. ليه؟ لان منطقه البطن او الكرش لما تراكم الدهون بتزيد فيه هو ميكانيكيا بياخد الجسم لقدام، فبالتالي انا لما باخد الجسم لقدام كده وببدا اوطي اللود او الحمل بينزل اكتر على العمود الفقري، وبالتالي بيغير لي من ميكانيكا الموضوع ده. الست الحامل لو احنا بسطناه دايما ماسكه ظهرها وراجعه لورا، يعني هي بتحاول توازن ان البيبي او منطقه البطن واخدها لقدام، وبالتالي هي بتحاول تمسك ظهرها نتيجه الالم، ماسكه ظهرها دايما وبتحاول ترجع بجسمها لورا عشان تعادل اللود ده من الالم طبعا. نفس الفكره في الناس اللي عندها كرش او تراكم دهون في منطقه البطن، انا اللود بياخدني لقدام وبالتالي بيزود الحمل اكتر، حتى الناس بقى اللي عندها انزلاق غضروفي ان الضغط اللي موجود في الغضروف لو انا وطيت لقدام او في حاجه خدتني لقدام زي الكرش بيزود اللود جوه الجسم الغضروف نفسه وبالتالي يزود المشكله اكتر. ايه اللي بيخلي الحبل الشوكي يتاثر؟ لا ده بقى موضوع انزلاق الغضروفي. الحبل الشوكي ده هو اللي معدي جوه
فقرات الظهر. طبعا الام الظهر ليها اسباب عده، طبعا ممكن يبقى فيه تقلصات عضليه نتيجه الاوضاع الخاطئه اللي احنا بناخدها في القعده، في النوم، في الوقفه كتير، في الشيل التقيل، ودي الحاجات احنا بنعالجها وبتبقى حاجات سهله وزي الفل. مع الاهمال او ما شلت حاجات تقيله او حد وقع وقعه جامده ممكن يحصل انزلاق غضروفي. الانزلاق الغضروفي بقى ده اللي ممكن يضغط على الاعصاب المغذيه للرجلين او الايدين على حسب مكانه فين في الفقرات، او يرجع ورا ويضغط على النخاع الشوكي، وده اخطر لان ده ممكن يسبب مشاكل بقى في الاعصاب. الشخص ده بقى يشتكي من تنميل في رجله لو المشكله مثلا في الفقرات القطنيه، كمان بتوصل في بعض الحالات لو الحاله متاخره ان هو يحصل لي عدم تحكم في البول او شلل، ان الشخص ده رجله بدات تضعف مش قادر يمشي، وده كمان ده بقى بيخش ان هو ممكن يدخل التدخل جراحي او ان هو يعمل عمليه جراحيه، احنا مش عايزينه يوصل لده. دكتور، هو برضو موضوع السمنه او زياده الوزن بيأثر معانا على الركب، صح كده؟ تمام. يعني انا روحت للدكتور عشان اشوف رجلي تعباني او هيقول لي على طول ان انا برضو اخس بالظبط. يعني احنا نقدر نقول ان هي تقريبا كل حاجه في جسمنا زي ما قلنا هنروح للدكتور. يعني حتى كان في اتصال قبل كده ان معدتي تعباني برضو من السمنه، لو ظهري وجعني سمنه، لو ركبي وجعاني برضو سمنه. زي ما حضرتك قلتي بالظبط، تصنيف السمنه بقى طبقا لمنظمه الصحه العالميه، احنا قلنا ان هي مرض، لا ده هم وصفوها باكثر بقى، قالوا ان السمنه ام الامراض. يعني السمنه هي ام الامراض، لان تقريبا جميع الامراض اللي احنا ممكن يعني كمان وانا عندي ده سبب مباشر. يعني السكر والضغط والقلب وارتفاع مستويات الكوليسترول ده اسباب مباشره للسمنه. ولكن زي ما حضرتك كده وضحتي ان هي فعلا بتاثر على كل حاجه. يعني الناس اللي عندها خشونه في الركبه وزياده في الوزن، لو وزنها نزل 50-60% من المشكله هيبدا يقل. مشاكل العمود الفقري، مشاكل سواء رقبه او ظهر، كل حاجه في الجسم، الحوض، المفاصل، لانها ميكانيكيا الجسم هو وزن، وبالتالي كل الوزن اللود الزياده ده على المفاصل او على الجهاز الميكانيكي الحركي بتاع الجسم بيأثر بشكل مباشر عليه. طيب دكتور محمد، احنا عندنا اتصالات كتيره جايه لك، فاحنا معانا اتصال. لا لا مفيش مشكله. الو الو الو، استاذه سهيله، مساء النور، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال الدكتور على سامعاني؟ اه سامعاكي، اتفضلي سؤالك. انا كنت عايزه اسال الدكتور يعني سؤال. ايوه اتفضلي، هو سامعك. ايوه سهيله يلا. انا وزني 95 بس حضرتك انا تخنت بعد الجواز، وكل ما عايزه اعمل رجيم بحس ان انا بتخن ازيد مش بقل. تمام. بتبشي مع دكتوره سهيله؟ ان انا اخس بس مش عارفه اعمل ايه. سهيله بتبشي مع دكتوره ولا بتعملي الدايت لوحدك مثلا؟ ماشي على نظام غذائي مع دكتور ولا انت ماشيه لوحدك؟ لا انا ماشيه لوحدي، بقل من الاكل. تمام خلاص ماشي، الدكتور هيجاوب على سؤالك. ميرسي كتير لاتصالك. قالت جمله مفيده جدا، كل ما بفكر اعمل رجيم بحس ان انا باكل اكتر. عشان ما فيش رقيب عليها. الجزء النفسي او الممنوع مرغوب، انا كل ما بفكر ان انا اخش في رجيم او ان انا فكره برضو الرجيم، انا عايز الغي الفكره دي عند الناس. ما فيش حاجه اسمها اصل رجيم يبقى انا هقلل الاكل يبقى انا هتمنع اطلاقا. هي خريطه كل شخص، ما فيش حاجه اسمها انا بمشي على ورقه او نظام اكل. دكتور حسب حالتك. بنقول لما نعدي الشتاء هنروح للدكتور، طب نستنى بس الصيف عشان خاطر المصيف نروح للدكتور. ليه؟ ليه بقى؟ لان الاكل، ما هو احنا بنحرك حاجه غريزه في الانسان، كلنا بنحب الاكل وما ينفعش ان انا امنع الاكل. وبالتالي هو فكره برضو الدكتور في جزء نفسي كبير، زي ما احنا قلنا ان احنا نتكلم ان المريض ده او الشخص اللي بيعاني من زياده الوزن او السمنه يبدا يتكلم مع الدكتور ويشوف الدكتور ايه مشاكله او ايه ظروف حياته. زي الشخص اللي اتصل من شويه، انا شغلي بالليل وبسهر، باجي بالليل باكل، ازاي ان انا احط حاجه مناسبه للشخص ده؟ البنت البنوته او الست اللي بتحب الشوكليت والحاجات المسكره، ازاي ان انا اعودها او ادخلها حاجات بس اخليها فكره ان هي تبص لاكلها بشكل متدرج. انما ما ينفعش ايه خدوا امشوا كلكم على نفس الورقه دي. صح. قصه كلها ان انا ازاي انت حالتك انت ايه غير التاني غير التاني. فبالتالي ان هي تتابع مع دكتور ده مهم جدا، ان هي تحس ان هي داخله في نظام والدكتور بقى يحل لها مشاكلها الصحيه النفسيه العادات اللي هي تقريبا بعض عليها. الدكاتره يا دكتور دون ذكر مين، في كتاب كانت امريكا منزلاه الانظمه الغذائيه، فهو حافظ كل ما نشوف حد يروح
ما هو ما فيش ده غلط. ما هو صح بالظبط بالظبط. مفيش نظام, مفيش حاجه اسمها في 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 مثلا احنا ممكن نقول ايه نصايح عامه بالزبط. احنا عايزينكم تشربوا ميه كتير, تنظموا اكلكم, تهتموا بالمجهود البدني. ولكن في شخص عنده مثلا مشاكل صحيه, عنده القلب, عنده السكر, عنده الضغط, عنده الكبد, فبالتالي هدخله حاجات معينه. في شخص تاني بيحب اكلات معينه. على فكره الاهتمام برغبات المريض ده مهم جدا. بالزبط. انا حاطط لك رغبته كوسه في الاكل. انا ما بحبش الكوسه يا دكتور. لا لازم بدلها. تاكلها طبعا البدايل, وان انا اهتم برغباته. وان انا طول ما رغباتك انت كمريض يعني بتتوافق معايا, او ان احنا بنقرب من بعض أخذ. بالتاكيد وبيكمل التجربه. مش فكره بس يخس على الميزان, لان الميزان انا مش بهتم بيه قوي, هو مؤشر, ولكن ان هو يكمل التجربه فده محتاج دعم نفسي ان هو يكمل. وبالتالي لو كمل اكيد طبعا هيوصل. عندي خس دهون تفرق معاه في اللبس عن الميزان. بالظبط. دي 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 برضو حاجه مهمه جدا, ان هو ازاي ما هو طول ما هو بينزل دهون هو كده بيحسن صحته. بالزبط. ولكن انا ما بخش في نظام غذائي خاطئ غير مناسب ليا, او حتى هو خاطئ بالفعل, ان هو زي الناس اللي طالعه دلوقتي. تليفون يا دكتور ماشي. استاذ جورج. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيكي. ازيك استاذه ندى؟ ازي حضرتك يا فندم؟ تحياتي لحضرتك والاستاذه هدى وللدكتور. اشكرك اشكرك. طيب عندي بس استفسار بسيط. اتفضل يا فندم. انا وزني 110 وطولي 180, فايه النصيحه للدكتور يقدمها لي؟ لان انا ما بعرفش يعني اكون متواجد في اي نظام غذائي. تمام. او ما بعرفش انسق ده. تمام تمام. الدكتور هيجاوب لحضرتك على السؤال. طب احنا بقى يعني نجاوب للناس اللي عايزه حاجات اتفضل. سهله وحاجات عامه. يلا بينا دكتور. معلش كان اتفضل. في الاستاذه ندى اتصلت قبل كده, كانت بتسال ان هي تقريبا تنزل هي عندها الدهون تقريبا او السمنه في منطقه البطن بس. تمام. ممكن يكون جسمها مش مليان. تمام. هو احنا ممكن نعمل كده يعني, احنا ممكن نمشي نظام ينزل منطقه معينه. هنتكلم بقى في ده. اول حاجه هو طبعا كل الناس جايه عشان الشيبنج او الري شيبنج, وده مهم. انا الصحه او الشكل, شكلنا هو جزء من الصحه. يعني ازاي ان انا صحتي تبقى كويسه, نفسيتي كويسه, شكلي كويس, كذا حاجه. دايما الناس اللي بتعاني من زياده في الوزن هو باصص للحاجه اللي عينيه شايفاها. يعني انا عندي كرش, انا عندي زياده في الوزن وعندي سمنه, بس الكرش اكتر. فانا بالتالي انا جسمي زي الفل, انا عايز انزل الكرش. وبالتالي في الحاله دي احنا لازم نشوف الشخص ده طوله قد ايه, وزنه قد ايه, ونحدد له انت في انهي درجه من درجات زياده الوزن. بنعمل انبادي, بنشوف برضو التحاليل النسب الدهون والميه والمكونات. آه الجسم. طب افرض بقى الشخص ده وزنه طبيعي او زياده بسيطه وعنده بقى تراكم للدهون في المكان ده. هبدا بقى ان انا اشتغل بشكل موضعي, سواء بجلسات زي الموجات فوق الصوتيه عاليه التردد, او جهاز التبريد الدهون, ودي من الحاجات الممتازه جدا, او حاجات بقى لشد الجلد. ابص بقى للري شيبنج. ولكن عاده معظم الناس اللي عندها تراكم للدهون في منطقه ما, طبعا على حسب توزيعه الجسم, بيبقى عندها زياده في الوزن وسمنه 90%. وبالتالي انا ممكن في الاول انزل له وزنه ودخله في لايف ستايل جديد مختلف, وده من الاسباب. وعلى فكره الناس اللي وزنها بينزل, هو بينزل من منطقه برضو اللي هو بيشتكي منها, لان هو فيها دهون والجسم بيبدا يتخلص من الدهون. بعد كده اخش بقى على الحاجه الثانيه, ان انا اهتم له بالري شيبنج, او ان انا اعمل له جلسات, او اي طريقه من طرق تفتيت الدهون الموضوعيه اللي احنا بنستخدمها في العيادات. طيب دكتور, هو ممكن يبقى مش سمنه, جسمها مظبوط ووزنها مثالي جدا, بس عندها دهون؟ اه طبعا طبعا. ما هو ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه. ده لو الشخص ده وزنه طبيعي, ان احنا لو عملنا له البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم وقسمنا وزنه بالكيلو على طول بالمتر, طلع طبيعي, ولكن عنده تراكم للدهون في منطقه البطن او الارداف او الذراعين, دي بقى نبدا نشتغل بشكل موضعي, ان انا اعمل له جلسات تفتيت دهون او تكسير للخلايا الدهنيه بشكل موضعي باللايف ستايل بتاعه. ان انا بس اتكلم, هل انت ماشي اسلوب حياه كويس ولا لا؟ لو ماشي اسلوب الحياه بتاعه كويس انا مش هنظمه له, ابدا بقى اخش في تفتيت الدهون بشكل موضعي. بجلسه بتاخد قد ايه, وكم جلسه باخدها في المعدل عشان ينزل؟ طبعا الجلسات او الطرق المختلفه لتفتيت الدهون, احنا عندنا مثلا اجهزه التبريد او الكرايلايبوليسيز, ودي اف دي ابروفد, ودي اقوى حاجه دلوقتي, ان احنا بنقلل درجه حراره الخلايا الدهنيه لسالب 3 او سالب 5 تحت الصفر. وبالتالي بيحصل انكماش في الخلايا الدهنيه. طبعا بنسيب وقت من 30 ل 45 دقيقه على المكان الواحد, طبعا بيبقى فيه عزل عشان ما يحصلش اي حروق نتيجه البروده دي او التجميد ده. وبالتالي الدم كمان اللي رايح للخلايا الدهنيه
بيقل خالص، وبالتالي الخليه بيحصل لها ديس وانكماش، الخليه بيحصل لها بتموت يعني. ودي من الحاجات الرائعه جدا، ولكن الجلسه دي انا لو عملتها تكرارها بعد كده ممكن بعد 30 او 45 يوم، عشان كمان اشوف النتيجه بتاعتها، لان الجسم بيبدا يتخلص من الخلايا الجسم ماتت. يعني نتيجه الجلسه الواحده بتظهر لي انا كمريضه من 30 ل 45 يوم. يعني الجلسه في شهر مثلا؟ يعني طبعا جلسه واحده كل شهر. طبعا طبعا. عشان بس برضو الناس اللي بتاخد معلومه خاطئه، انا هعمل جلسه كل اسبوع، مفيش حاجه اسمها كده. اكسف. لا لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. ينفع انا عندي كحه اخد ازازه الدواء كامله؟ ده العلم، ده الحاجه العلميه. عشان كده احنا بنقول لازم تروح مع دكتور وتتكلم معاه وتسال وتبقى فاهم ايه القصه. مش مفيش حاجه اسمها سحر ان انا عايز اخس دلوقتي. انت الوزن الزياده ده انت اكتسبته في 10 سنين و15 سنه، ما ينفعش انا عايز في اسبوعين ولا شهر. ولكن انت الفرق بقى ان انت هتحس بفرق، هتحس بفرق بلبسك لما بيوسع، هتحس بفرق في صحتك، بقيت اطلع السلم ما بنهكش، بقيت اتحرك بشكل اسهل، انت حاسس ان انت صحيا افضل. فده مهم جدا ان انا ابقى حاطط الكونسبت ده، مش فكره ميزان بقى وارقام وما باكلش خالص وانظمه خاطئه ان انا شايل النشويات. كل الحاجات دي خاطئه تماما وبتاثر لي كمان على الصحه. طيب ارجع لسؤال برضو موضوع حلقتنا، تاثير السمنه على العمود الفقري. انا مشيت على نظام غذائي بتبع حضرتك بتقوله، ولكن ظهري بفقراتي تعبني، فبلجا ان انا بعمل جلسات بقى اللي هي الاشعه الحمراء. هل فعلا بتفيد ولا بتضر؟ انت خدتي حاجه واحده كده يا ندى. هي طبعا الاشعه فوق الحمراء او الانفراريد ده جزء من الاساليب الفيزيائيه للعلاج الطبيعي، ان احنا نعالج فيه مشاكل كتير حركيه. الشخص اللي عنده الام الظهر لازم ان احنا بالتقييم نشوف، بالكشف والتقييم ان احنا نشوف الشخص ده هل المشكله عنده تقلصات عضليه، ولا عنده خشونه في فقرات الظهر، ولا عنده انزلاق غضروفي بدا بقى ان الالم ينتقل من الظهر الى اماكن الاطراف، ان انا بدا يحصل لي تنميل في رجلي، بدا يحصل لي وجع في رجلي، بدا يحصل لي تقلصات عضليه في السمانه مثلا نتيجه طبعا لو في انزلاق غضروفي وضغط على العصب. دي طبعا كلها بالاشعاعات الرنين والاشعاعات اللي احنا بنشوفها والتقييم بتاع المريض بنحدد المشكله. دور الجلسات بعد كده مهم جدا، لان انا بقلل من استخدام المسكنات والادويه اللي هي مش علاج، ان احنا بقى بنستخدم حاجات فيزيائيه زي الانفراريد او الاشعه فوق الحمراء عشان انشط الدوره الدمويه في المكان ده. لان مشكله اصلا الغضروف، مشكله الغضروف ايه؟ ان هو خارج ضغط على العصب، لما ضغط على العصب حصل له ايه؟ هو خنقه، وبالتالي الدم اللي وصل للعصب فبدا الالم. كل ما الدم اللي في مكان معين في الجسم بيقل، وبالتالي المشكله بتزيد. الانفراريد زي ما انت ذكرتي كده بتنشط لي الدوره الدمويه. طبعا بنستخدم حاجات فيزيائيه تانية معاها زي الليزر عشان يحسن لي من وظائف الخلايا ويقلل الالم، زي الالتراسونيك او الموجات فوق الصوتيه عشان تقلل الالتهابات، مع بعض العلاجات اليدويه المهمه جدا ان احنا بنقوي عضلات الظهر، لان يعني ده مهم جدا ان هو عضلات ظهره تبقى قويه عشان يقلل الحمل زي ما احنا قلنا كده في اول الحلقه. طبعا مع الدكتور، ما يبقاش رايح جيم او حاجه، الجيم ده للاصحاء، انما انت دلوقتي عندك مشكله في الظهر لازم دكتور العلاج الطبيعي هو اللي يحدد لك برنامج تقويه العضلات او يعمل لك ده في العياده وتعمل ده بقى في البيت. كمان بعض الاسترتشات او الاستطالات للعضلات ان انا بعملها له مع الجلسه، وكمان هو بيعملها في البيت. طيب معنا تليفون استاذ رجب من الاقصر. اهلا وسهلا باهل الاقصر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. تحياتي ليك وتحياتي للدكتور وضيفك وفريق الاعداد وقناه صحه وجمال. يا فندم عملت كم من المشاهد عندنا بصراحه، لان بتفيدونا بحاجات كثيره والله. اشكرك، شرفتنا يا فندم، اخجلتم تواضعنا. الله يبارك فيكم يا فندم. عندي سؤالين للدكتور يا فندم. اتفضل يا فندم. انا نمره واحد طبعا، عندي الرابعه والخامسه قطنيه، ومخليتش دكاتره نار مولعه في رجلي الاثنين. تمام. عباره عن بص. تمام. والسؤال الثاني بالنسبه لما بروح اقيس الضغط، دائما عندنا الدكاتره يقول لي ضغطك مرتفع، ضغطك مظبوط، فعاوز اعرف يعني حاجه اني اعرف اني اسال انا عندي ضغط. فما اعرفش احكم انا عندي ضغط او ما عندي اي ضغط، اروح القاه مظبوط، ارجع ثاني يقول لك ده مرتفع. فعاوز اعرف يا ريت يعني يكون عندي ضغط او ما عنديش، عاوز اعرف ازاي يكون عندي ضغط. تمام. الله يبارك فيك. جاوب لحضرتك كل الاسئله اللي حضرتك. الله يبارك فيكم، متشكرين. شكرا شكرا لك يا مصر. شكرا 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 اتفضل. تمام. قال حاجه مهمه، هو احنا بنتكلم فيها الفقره الرابعه والخامسه دي هي الاكثر شيوعا في الالام او الانزلاق الغضروفي، لان هي اكثر
حاجه متحركه اكتر جزء متحرك في اسفل الظهر، وبالتالي بيبقى دايما عرضه للاصابات، برد، وقع، اي حاجه بتبقى هي دي المنطقه تقل بشيء. وبعدين الموضوع اصله ما بيجيش، انا ممكن الشخص ده يبقى عنده انزلاق غضروفي وما يشتكيش منه غير بعد سنتين ثلاثه من المشكله، يعني هو ما يكتشفوش، او ما هو عرق النسا اسمه كده، دي عرق النسفه، النسا مش النسا، النسا. هو دلوقتي عنده عرق النسا طبعا باللي هو وصفه ده، عشان رجليه، عشان انا بتنساه، انا بيجي لي الم اسفل الظهر خفيف شويه، وبالتالي انا خلاص مش مشكله، ده شويه مجهود ببدا اضغط على نفسي، خصوصا رباط المنازل طبعا بيضغطوا على نفسهم. حصل سمنه معانا كده في الوقت ده بالظبط، بتزود بقى المشكله بالظبط، ان زياده الوزن هتزود لي الحمل على الفقرات دي، وبالتالي يحصل مشكله اكتر. الغضروف بقى اللي بيخرج من مكانه، هو الغضروف عامل زي حبه العنبه بالظبط، لو انا ضغطت عليها بيخرج سائل، صح، ده بقى بيضغط لي على العصب، العصب ده واصل ماشي في الرجل، احنا بنتكلم على الفقره الرابعه والخامسه تحديدا، او الخامسه القطنيه والاولى عجزيه، وبالتالي الضغط ده بيسبب التهاب حوالين العصب، وبيبدا ياثر لي بقى، يقول لك اهو انا حاسس بنار، حاسس بتنميل في رجلي. وبالتالي مهم جدا لاستاذ احمد رجب، الاستاذ رجب، ان هو رقم واحد لازم يتابع مع دكتور، لانه هيدي له بعض الفيتامين، فيتامين ب 12 وكده، ان هو هيغذي له الاعصاب، لان في ضغط على الاعصاب. لازم لو عنده زياده في الوزن ووزنه ينزل، لازم هيعمل جلسات علاج طبيعي، ان هو نحل المشكله دي بشكل موضوعي زي ما احنا اتفقنا كده بالوسائل الفيزيائيه على حسب ما الدكتور هيحدد له، وكمان لازم هنعمل تقويات لعضلات الظهر عشان نقلل الحمل. هو برضو سال حاجه بقى مهمه جدا لازم نفيده فيها، انا بروح اقيس الضغط مره عالي ومره واطي، الكلام ده طبعا ما ينفعش غير الصيدليه، لا لا مش فكره غير الصيدليه، الضغط عشان اقول ان المريض عنده ضغط لازم، طبعا هو لازم يتابع مع دكتور باطنه، ولكن عشان اقول للمريض عنده ضغط، انا دلوقتي لو حركت عصبتي كده مثلا قبل الحلقه وجيت استلك الضغط هلاقيه عالي، ما فيش اي يعني، ده طبيعي، لو انا بجري هلاقي الضغط عالي، لو انا اكلت اكله تقيله هلاقي الضغط عالي، كل يوم اقيسه مثلا في نفس اليوم اللي انا قيسه ثلاث مرات، لازم اقيس الضغط ثلاث مرات في اليوم واسجل القرايات دي بالظبط، وثلاث ايام متتاليه، المتوسط بتاع ده لو عالي يبقى انا مريض ضغط. فهو ما فيش حاجه اسمها ايه اقيس الضغط الاقيه مره عالي ومره مظبوط مره عالي، لا انا هقيسه ثلاث مرات في اليوم في اوقات مختلفه لمده ثلاث ايام متتاليه، واخد المتوسط واشوف. طبعا ده لازم مع دكتور البطنه، ما ينفعش ان هو برضه يروح الصيدليه بيقيس له الضغط وخلاص، انا مانج بقى المريض، لان الضغط ليه اسم سايلنت كيلر، القاتل الصامت، مالوش اعراض، معظم الناس اللي عندها ضغط ما عندهاش اعراض، وبالتالي الضغط عمال يعلى، ولا قدر الله بقى ممكن يعمل جلطات ومشاكل في القلب، لذلك هو اسمه سايلنت كيلر او القاتل الصامت. دكتور احنا كنا بنتكلم ان الشتاء بريء من تهمه الزياده، وقلنا اول حاجه الميه، تمام، هو ايه تاني بقى دكتور؟ في بيقولوا برضو ان الحرق بيبقى ضعيف قوي في الشتاء، تمام، وفي ناس بتقول ان هي شتاء وصيف الحرق عندها اصلا ضعيف، حتى لو عملت رجيم، حتى ما بتشربش سكريات، بس هي الحرق عندها ضعيف. طب تمام تمام، قلتي بقى حاجه يعني مصر كلها بتتكلم فيها، او يعني كل الناس اللي عندها زياده في الوزن اصلا ما بخسش عشان حرقي ضعيف، ودي معلومه تدعو الى التكاسل، وان انا ما اخسش بقى، انا كده كده اصلا انا اللي بانه بقت في بقه، ما فيش حاجه اصلا اسمها الحرق ضعيف. القصه مرتبطه بمعدل التمثيل الغذائي، المتحكم في معدل التمثيل الغذائي ده ان انا باكل اكل وجسمي الجهاز بتاع الاجهزه بتاعه الجسم بتكسر الاكل ده عشان تحوله لطاقه، كل ما الجسم بيأدي الوظيفه دي بشكل كويس انا كده معدل التمثيل الغذائي بتاعي كويس، او الحرق زي ما الناس بتقول. ده عندنا كلنا طبيعي، كل الناس عندها طبيعي، مين بقى اللي ما عندوش طبيعي؟ لو حد عنده مشكله مرضيه خاصه بالغده الدرقيه، ان الغده الدرقيه المتحكمه في معدل التمثيل الغذائي. بس السؤال ده بقى، ايه الهرمونات اللي بتاثر في موضوع الوزن؟ هنتكلم بقى في ده. تمام، هرمونات الغده الدرقيه هي مسؤوله عن عمليات التمثيل الغذائي، وبالتالي لو في نقص او الخمول في الغده الدرقيه ان هي ما بتفرزش الهرمونات دي بالشكل الطبيعي بتاعها، هتاثر لي على معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي الشخص ده ممكن يكون ما بياكلش كتير، وممكن يكون بيعمل مجهود، ولكن هو بيكتسب وزن، دي مشكله مرضيه، المريض ده بيتابع مع اخصائي غدد صماء، وبنبدا نديله طبعا الستيروكسين اللي هو هرمون الغده الدرقيه عشان يعوض له النقص ده، فدي قصه ثانيه. اما بقى اللي يقول لي اصل انا حرقي ضعيف، اصل انا حرقي كتير، اصل انا في الشتاء حرقي بيقل، ده ملوش اي علاقه، يعني السلوكيات اللي لها علاقه. انا لو فعلا ماشي على النظام اللي حضرتك اديته لي مظبوط، تمام، وباجي الاقي نفسي برضو ما خسيتش، بس انا ماشيه مظبوط بالظبط، معنى كده المفروض ان انا ارجع اعمل تحاليل عشان اشوف في مشكله، والدكتور بيشك، احنا بقى بنشك ليه؟ لان حضرتك ممكن تبقي ماشيه على النظام مظبوط وتجيلي مش نازله على الميزان،
انا دكتور مشيت كويس، بشرب ميه، عملت مجهود بدني، كل حاجه زي الفل، وحاسه بفرق. ده ممكن تيجي تقولي ايه يا دكتور انا لبسي وسع، انا حاسه ان انا فجاه وزنك على الميزان ما تنزليش، عشان كده انا بلغي الميزان ليه؟ الميزان هو مؤشر للتجربه مش نتيجه. ليه بقى؟ لو انا دلوقتي وزني 70 كيلو في اللحظه دي، وزنت دلوقتي 70 وحضرتك اديتيني ازازه ميه شربتها لتر، زدت وزني 71 في نفس اللحظه، ولكن دي ميه، عشان كده هو حاجه وهميه. لو حضرتك جايه لي عندك امساك، دهون اتكسرت ما خرجتش، فبالتالي الوزن زايد، ولكن انت حاسه بفرق لان الدهون اتكسرت، فانت بالتالي لبسك وسع، حركتك اخف. السيدات في مرحله البريود او الدوره الشهريه بتكتسب ميه، الجسم بيحبس ميه، وبالتالي هي بتزيد وزن، بس وزن مش دهون. احنا هنا بنتعامل مع الدهون، وبالتالي مش شرط ان انت جايه مش نازله يبقى الغده الدرقيه فيها مشكله، لا، ممكن حاجات كتير، لان الغده الدرقيه لها اعراض تانية. ممكن اشك بقى في حاجات تانية بقى، يعني في بقى اعراض تانية، وبعدين الموضوع مش هيبقى اسبوع، لا، ده انا بقى لي شهر ماشي كويس قوي وبزيد زيادات مش طبيعيه. لما اشك نبدا نطلب التحليل بتاعه الغده الدرقيه، لو في مشكله بيبدا يتحول لاخصائي غده صماء. ولكن دي مش مع كل الناس، دي مشكله مرضيه، انت ما بتنزلش نتيجه السلوكيات الغذائيه بتاعتك خاطئه، مجهودك البدني قليل، وزي ما حضرتك قلت كده في الاول، الشتاء رقم واحد الميه اللي احنا بنشربهاش فبنجوع، رقم اتنين السقعه بتخلينا مجهودنا البدني بيقل وكسل، مع ان الجو البارد ده، يعني الناس اللي بتلعب رياضه، الجو بتاع درجه حراره 20 و15 ده جو مثالي لممارسه الرياضه، لان الجسم بيعلي درجه الحراره. تمام دكتور محمد، معانا سؤال، معانا تليفون وعايز اسال سؤال. الو استاذه اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ممكن اتكلم مع دكتور؟ اكيد اتفضلي. هو سامعك؟ عايز اتكلم مع دكتور. ايوه هو سامعك. انا اتكلم معاكي اهو. هو انا اختي، ممكن توطي التلفزيون بس؟ اختي عندها غضروف في الفقره الرابعه والخامسه. ها تمام. وراحت لقاها، وبعدين راحت لقاها، مفيش عملوش علاج غير العمليه. تمام. وبعدين هي جسمها كله بينمل وصوابعها وركبها وما بتعرفش تقعد. تمام. وعايزين يعني هي صغيره برضو، وعايزين نحل. هي عندها كام سنه؟ عندها 13 سنه. كام؟ 18. تمام، ميرسي كتير يا اسماء، وهنجاوب على سؤالك. دي اكيد واقعه. طبعا في اسباب كتير، ولكن برضو هي في حاجه بقى احنا عايزين نوضحها. هي قالتها احنا الدكاتره قالت عمليه. فكره العمليه الجراحيه في الانزلاق الغضروفي ليها معايير. ده العلم اللي بيقول كده. ما ينفعش اي حد عنده انزلاق غضروفي يقول العمليه. طبعا اساتذه المخ والاعصاب عارفين الكلام ده كويس. بالظبط. ان العمليه في الانزلاق الغضروفي لازم ليها شروط، ان الشخص ده يكون وصل بقى انه لا قدر الله زي ما احنا اتكلمنا في الاول، تبول لا ارادي، ضغط العصب بقى فيه تبول لا ارادي، مش قادره ان هي تمشي، الم غير محتمل، بدا عضلات رجله، هي بتقول الفقره الرابعه والخامسه قطنيه يعني مسمع في الرجل، بدا عضلات رجله تصغر، يعني يحصل لها ضمور نتيجه ان الاشارات العصبيه مش واصله، وبالتالي يحصل ضعف شديد او ضمور في العضلات، وبالتالي ده لازم بيبقى فيه تدخل جراحي ان انا اشيل الضغط اللي موجود ده من على الغضروف. طيب سؤالي يا دكتور برضو بخصوص حاجه، بعض الدكاتره بيقول لك ممكن ما نعملش عمليه جراحيه وبيبقى فيه حاجه خشبه او الم يقعد يمشي على الفقرات. ده انت كده، ده مش دكاتره. ان هي الحاجات العلاجات اليدويه للاسف بعض الناس بتلجا ليها، ده خطر جدا جدا. لازم انا عشان جسمي ده ربنا مديهولي امانه، وربنا بيقول اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما ينفعش ان انا عندي مشكله واروح لحد مش متخصص او مش دكتور. انا عندي مشكله في فقرات الظهر، لازم اروح استشاري العظام او المخ والاعصاب، بعد كده لو هعمل علاج طبيعي اروح للعلاج الطبيعي. ولكن في بعض الناس اللي هي بتستخدم بقى العصايه وتحريك للفقرات وتعالى هعمل، طبعا حاجات شعبيه. طيب يا دكتور احنا معانا دقيقه حضرتك بقى، يعني نصائح عامه. بالظبط. رقم واحد، احنا السمنه زي ما احنا اتكلمنا كده ان احنا فعلا بتاثر على العمود الفقري، لازم ان احنا نعالج السمنه. رقم واحد نشرب ميه في الشتاء كتير. تمام. نظبط وجباتنا الغذائيه، والافضل ان انا اتابع مع دكتور، اظبط مجهودي البدني، احاول اتحرك اكتر. تمام. احافظ على ظهري بالاوضاع الصح، ان انا ابقى قاعد فارد ظهري. هو المجهود البدني
لو انا ست بيت وبعمل كل شغل بيتي هو ده كده مجهود بدني؟ طبعا ده مجهود بدني زياده لان انا انقص وزني. مجهود يعني البدني لازم وانا بعمل شغل البيت بعد كده انزل امشي مثلا؟ لا، لو انت بتعملي مجهود في البيت، بتاخدي الشقه رايح جاي، بتعملي حركه، ده مجهود بدني. احنا لازم حلقه ثانيه يا دكتور. اكيد اكيد, أكيد طبعا. ميرسي أكيد كتير ليك يا دكتور، وان شاء الله فعلا يبقى في بينا حلقات ان شاء الله باذن الله. عندنا اسئله كتير اكيد. ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الثلاث الجاي في حلقه جديده مع ضيف جديد. شكرا جدا.